نتالي، شفناك مؤخرا كمان عم تعملي تصميم أزياء لعدد من الفنانات. هذا الشيء شفنا حتى شكر من فنانات ونجمات إليك، طلعوا بلباسك بمهرجانات ببرامج، هذا شيء إيجابي. نحكي عن هاي التجربة ودور أمك بدعمك، ولأي درجة هي ممكن تاخدي رأيها بتصميمها؟ يعني أنا الحمد لله يعني إنه عم حاول أثبت حالي ببداياتي، وما بعرف صراحة شلون بدي جاوب على سؤالك. حطيها عملي، حطيها عملي تشتغل بتعطيكي، بس انك تاخدي تعطي معه بتفوت بعده وتبلش نخجع. انت عم تدرسي هلا؟ هي صدفة صارت. شوفي، انا رحت مع صفاء سلطان ببرنامجها فحبيت العباية، قالت لي بدي منها هيك بمنتهى الصراحة، يعني هي وراء الكواليس. قلت لها بنتي برا شو فيها، شوفي انت وياها، وانا عم بحكي انه عم بتجاملني، عم فعلا طلبتها بشكل نظامي ولبست لها. هي هيك طبعاً لبست لها عدة عبايات. طبعا حياتي بعمل عبايات، فحاولت اعمل شيء ما نعمل، وانا بنفس اليوم عم انزل على السوق اجيب القماشه وادرسها واعطيها لصفاء. يعني عندي حاله من الخوف كان رهيبه، انه حتحبها ولا ما حتحبها، طلعت معي حلوه ولا ما طلعت معي حلوه، يعني كان عندي خوف. احكي لهم شو صار فيكي يوم نزلتي مشان تجيبي لها العبايه لصفاء. لا قلنا اسرع. انا بدي احكي لك، دقت لي تليفون عم تبكي. بتعرفي شني فارطه بالطريق ماشي وعم تبكي، ماشي بنص الحريقه. ايه يعني هلا يبكي على شكل نازله بنص الحريقه وعم بحكي العالم وهيك، ارجيني هاي، لا ارجيني هاي، ما يعجبني شيء وما عم لاقي شيء يعجبني ابدا، خلص سكر مخي ما عاد اعرف شو بدي اعمل. امتى رحت خبصت، جبت قماشه دمجت معها شغلات ورحت اجيتها يا هلا صفاء. انا قلبي عم يعمل هيك انه يا رب حتحبها ولا لا، عرفتي هيك صارت القصه. بكيت، بتعرفي شو يعني بكيت اول مره نعترف عليه؟ ايه توتي، عرفتي؟ ايه بس فعلا. وانا قلت لها يعني انا شو قادره اعمل لك هلا، ما بعرف اتصرفي، وفعلا كانت قدم عني قادره الا مليون قصه وريحها وهدي لها بايا على اساس دعكتها. هي مسؤولية خصوصا إيه؟ برنامج صفاء، يعني انت عم تحكي ملايين العالم عم تشوفها، فما بالك انك بدك تعملي قطعة تكون مميزة، ولانه بالنهاية هاد اسمك، يا بتضربيه ببداياتك يا خلص. كمان لبستي فنانة، لبست جيني اسبير، بتشكرها كتير حبيبة قلبي، دعمتني كتير، وعهد ديب عطيتها دور كونتيسا، كان عندي عرض فلبستها زي كتير حلو، وهيك يعني مبدئيا. كيف بتشوفي بنتك اليوم؟ هلا كيف بتشوفيني؟ يا ويلي، انا بشوف حالي فيهم، انا بكبر فيهم، يعني هن قطعه من روحي هي واخوها، بحس انه انا بلاهم ولا شيء. نحن بلاكي ولا شيء. انا حقيقي يعني هن الروح